ليه تطلع معانا مرسى علم والقصير في رحلة واحدة؟ خصم كبير في آخر الفيديو لأول 10 أشخاص هيحجزوا معانا. مفيش حد بيسمع اسم مرسى علم وما بيتمناش يزورها، فما بالك لو جيت معانا 5 أيام 4 ليالي في فندق بليس ندى 4 نجوم وشامل كل حاجة، فطار وغدا وعشاء all inclusive. هنروح شاطئ أبو دباب اللي بيتعمل فيه سنوركلينج مع السمك والسلاحف اللي هناك. المنظر هناك يجنن. هنطلع رحلة الدولفين هاوس لمنطقة سطايح على يخت شيك تفطر وتتغدى فيه أوبن بوفيه وتستمتع بالأجواء اللي عليه زي ما انت عايز. توصل من هنا وتلاقي الدلافين بتستقبلك بالأحضان من هنا، وهوب تنزل تعوم معاهم وتعيش الجنان كله. الرحلة شاملة 3 رحلات مجانا لمحمية وادي الجمال بمزاراتها الثلاثة. هنشوف منطقة النيزك وجمالها ونسمع قصصها وأساطيرها. هنزور خليج القلعان اللي هتشوف فيه أقدم شجرة منجروف في منظر هيحسسك إنك وصلت المالديف. هنوصل لمنطقة شرم اللولي وشاطئ حنكراب اللي هنعمل فيهم سنوركلينج. أنا شخصياً من كتر جماله ضيعت دبلتي هناك وكانت ليلة. هنزور منطقة بورت غالب ونستمتع بجمالها بالليل، ونختم رحلتنا بأحلى جولة تاريخية في مدينة القصير، نتعرف على تاريخها ومعالمها اللي ملهاش زي، ونتمشى هناك على الكورنيش وناخد أحلى صور نختم بيهم رحلتنا. لو حظك حلو وكنت من أول 10 هيحجزوا معانا هتاخد خصم 500 جنيه على سعر الرحلة، ومبروك عليك الرحلة اللي نفسك فيها. ابعت لنا دلوقتي واتساب أو سيب لنا تعليق.